كابتن محمود وادي نجم نادي بيراميدز ويعني صاحب العريس النهارده وصاحب الهدف. كلمنا كابتن يعني عن المباراه والهدف يعني ان شاء الله. الحمد لله اللي ربنا كرمنا بالفوز بصراحه، قطعنا نصف الطريق، لسه في مباراه اياب ان شاء الله راح نركز عليها بحيث ان احنا نضمن التاهل ان شاء الله دور المجموعات. يعني بصراحه كانت مباراه يعني صعبه من ناحيه الجو كان في عوامل مؤثره كثير، لكن احنا اثبتنا انه احنا فريق كبير واثبتنا انه احنا يعني انه احنا مركزين ومركزين كويس في هاي البطوله. الحمد لله كان فوز مهم كثير بالنسبه لنا، وان شاء الله اللي جاي يكون احسن ان شاء الله. شايف النهارده انت خارج باصابه او بكذا اصابه يعني من بدايه الملعب؟ هو بس شويه اجهاد بس نظر لا لا للجو، لكن الحمد لله في النهايه احنا انا موجود، طلعت ما نزلت في النهايه في لعيبه وفي كوكب من لعيبه قادر انه هي دائما تبقى موجوده ودائما تعمل احسن حاجه. يعني الحمد لله في النهايه يعني هذا اكيد من كرم رب العالمين انه احنا حققنا الفوز، وهذا الاهم خارج الديار. فوز طبعا فوز لخارج الديار هذا الشيء كثير مهم بالنسبه لنا. ارضيه الملعب كانت صعبه النهارده؟ ارضيه صعبه، ما بنلعبش على صناعي، فبالتالي اللعب على الصناعي بيكون مختلف شوي، لكن زي ما حكيت لك احنا اثبتنا انه احنا رغم كل هاي الظروف انه احنا فريق قادر انه احنا نعمل حاجه كبيره السنه. ان شاء الله يعني مركزين وحاطين صب تركيزنا على هاي البطوله، وان شاء الله اللي جاي يكون احسن ان شاء الله. موافق يا كابتن؟ ان شاء الله.